اه والله قعدوا يقولوا لنا كورونا كورونا كورونا، يا بص اخرتنا قاعدين بنعمل ايه؟ بنقشر بسله. فصص يا اخويا فصص. هاتي يا ابني هذا سبحان الله من قد الاحوال. هما انت غادي فرحانين. تجلس تكافل معايا هكا وتخدم بهذه الخدمه ديال النساء؟ راه كل ما كانت كورونا جرات عندنا من برا كاع ما نجلسوا حنا هذه بس البسله. مش هتوصل للبسله نعمل ده، ما عملتهاش في بيتنا يا زوز. قال لك لي الضرورات احكام، ما عندنا ما الضرورة نديرو. كم؟ مصائب قوم عند قوم فوائد. انت صح. انت وما فيها باس الا عملتونا. ما فيها باس، جالسين جالسين. فرحانين انتوا. ايوا تبقاو خاطين غير بورتابلات اللهم عاونوا. اه فرحانين. ايوا ما فيها باس. انا ما ضعت حتى شي حاجه لان الحمد لله جالس تقاعد لقيت منصب شغل. الحمد لله لقيته. وانا اكلم نفسي. انا اشر يا زوز ده اشر. انا راني مقشر. اشر دول فرحانين جوه اشر. راني مقشر انا راه باش غير. الوقايه خير من العلاج. ومعليش تعاونوا تعاونوا. لا لا يتعاونوا. تعاونوا. شوف. عاونونا. شوف العمل عبادة. أنا كنهضر بيه واحد العمل عبادة، ما فيش مشكلة، ما حدش قال حاجة، لكن البسلة مش عبادة يعني. أنا مالها، أنا مالها البسلة باش عبادة. العمل كله عبادة. العمل كله عبادة. أيوة كله. بس برضه واخا تساعدو حتى في القفة الزهرة عبادة والله. أها ماشي. إيه إيوا شنو غتبقاو غير جالسين؟ إيوا نتوما جرات عليكم هاد الزنقة. هادشي كتبو أن الله وكان خصو يكون، لأن خصنا كاع نتعاونو. دابا ماشي نتعاونو على نزلوا قرار ونتعاونو حتى على كورونا نجريو عليها، ماشي غير نتعاونو يا حاج. نزلوا قرار إن القهاوي والدنيا هتتقفل الساعة 6. ماشي ماشي مشكل، هي حاجة زوينة يعني، حاجة كويسة، بس إحنا هنروح فين؟ تبقاو الجلبانه وحنا رايحين للكوزينه. جيوك نعاونوا في سميتو في الطبيخ، ونعاونوا في الجفاف، ونعاونوا في الصياغ. حنا نعرفوا غير ناكلوا. لا غير المواعين، غير المواعين. حنا نجفوا نصيقوا، نتوما خصنا المواعين. حنا نعرفوا غير ناكلوا. بس المواعين ما فيها باس. النظافه النظافه على ما تخرجش كورونا للدار. عندكم غسيل؟ وقلنا دابا هذا ريحتوا لا لا اللهم تكريسك مدام تكريسك في الكوزينه، ولا كورونا تمشي للزنقه تقلت فيه. راه كورونا كتقلب غير فين من تلصق. بس اهم حاجه ناخد بالنا بس يا زوز، ناخد بالنا. لا يعني يعني مش القعده بس في البيت، انت الكورونا ممكن تخش لنا من الهواء، ربنا يسترها. لا احنا نديرو احتياط، احنا هادشي اللي كنقولو كنقولو. علاش كنقولو دابا الخدمه؟ احنا دابا كنخدمو هنا ديال المطبخ، ونخدمو حتى هي باش نحاربو ديك كورونا. يا زوز مش لدرجه البسله يا زوز. البسله راه هي ديك البسله اللي عندك دابا، انت ما بغيتش تخدمها. انت عارف امي لو شافت اللي انا بعمله ده؟ لا لا هتقف تضحك بس. لا لا انت ما مولفش تنقي داكشي. علاش؟ هتقف تضحك. بسله عادي. شوف ومازال غنعطيك حتى الجلجلان ديال رمضان، غنعطيك تنقيه كمان. تا هو غنعطيك تنقيه تعاون. بس الكلام ده لو كورونا لا قدر الله لسه ولا بقات، يعني مازال كورونا غير الا بقات كورونا. لا الا طولت لا ما فيهاش كلشي، نعطيكم تنقيو. واش ديروا الحلوات وديروا السفوف والشباكيه كلشي ديروا. ماشي غير الجلجلان، غندخلوا بزاف ديال واحد المتاهات كاع ما نخرجوا منهم. ويلي 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 يا اختي، يا ريتك يابا ما خدت امي. واش ندير؟ عارف ليه؟ ما عندنا ما نديرو هادشي، تفرض علينا. تبقى في الموقف ده. لا لا لا. واش معاك ولا تمشي تجيب المرض؟ هادشي اللي كاين راه. احسن هكا ولا تمشي تجيب المرض؟ وانا هجيب المرض ليه بس؟ غنتلاقى بالناس والخدمة وهذا. كل واحد لازم ياخد احتياطه بقى. نقصوا شوية من البوسان، بابا عزيز عليه يبوس لك، تلاقى البوس. انت بوس اربع مرات. بركة. لا لا لا. من بعيد كده. رحمت عليا ملي سمعت الخطبه ديال جماعه، ما بقيتش نبوس كاع. خلاص لا والو غير من اللي باي باي. والله انا كما كان غير واحد. انت عارف انا شفت موقف محزن على النت، قسما بالله جسمي اشعر وكنت هعيط. ناس بتصلي صلاه الجمعه، كل واحد واخد متر جنبه. انا شفته والله العظيم. بص زلزلني. لا 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 ما كاينش. داروا بحال التيران أربعة أربعة وزود قدام، بحال بحال نلعب في الرقعة ديال الملعب. الاحتياط وصافي. أنا كنقصهم غير الأربيط. هذاك المؤدين كان يكون أربيط. أنا نزلت لقيت استهبال امبارح كمان. الناس برضه بتسلم لسه ولسه بتبوس. هي زي ما قلت لك، بص اعملها وكده، اعمل زي كده. وراك تمشي. حلوة. البوسة راه غادي تخرج. مش أنت بتعمل لو هو واحد بعيد بتعمله كده؟ لاباس عليك. لاباس عليك. عشان ما يجيش بقى. لا لا صح.
عشان بص خلاص ما يفكرش ولكن بص انا خرجت هذا غادي يقبطها شي حد. لا 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 اسمع الكلام والله تبقى حلوه يا زوز تبقى حلوه والله. شوف شوف حنا دابا اي حاجه جا هذا المصاب كما كنقولوا حنا ونديروا ليه الاحتياطات ديال كلشي. قالك لك ما تبوش ما نبوش مش هنبوس ما ممنوع البوس لا ممنوع ممنوع البوس يا زوز يلا بقى هو ما بقاش كنكر باسيلا راه ولا سلسله هذه وانت غير ما طلعت بوس ما بسلا يلا بقى يلا 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 البس والله السلسله هذه باش الله يحفظنا الله يحفظنا الجميع الجميع غير الانسان يدير الاحتياط قال لك غسل يديك غسل يديك قال لك ما تبوس ما تبوس اليدين المناخير كل مزيان يا احمد انت ما كتاكلش كل مزيان عشان الكورونا حتى الماكله لا انا الكورونا لو جات لي اصلا هصعب عليها يعني لو جايه تخش ايه ده هفتان لا حرام اخش هيسيبني وتمشي الكورونا غادي يشوفك يشوفك غتحشم وتخرب عليك ما عندك الحم ما عندك والو غير العيطه غتبقى غير العيطه تاكل فين؟ ما تبقى ما تاكل قول لي عندي انا ضرب وعاود ترجع وضرب وعاود ما ضربش البركة فلاسك دابا نعزيو سؤال بقى انا عايز اسال سؤال انت دابا ماشي كورونا راه كارثة نجات الكورونا يا نهار اسود والله يحفظ الجميع الله يحفظ الجميع والله العظيم انا عايز اسال سؤال بقى هي البسلة دي ما بتخلص؟ لا عمرها بتزيد لا هي ما بتخلص حتى تمشي الكورونا ما عند الكورونا باقي كدور بالزنقة راه انت باقي قاتل البيت لا احمد دابا كل نهار غتلقانا موجدين لك حاجة تنقيها لا لا مش للدرجة لا لا شوف جدعان حرام شوف الخدمه شوف احمد شوف احمد شوف شوف احمد ما حد البيت الا قبط هذا تنقي البيت الا ولا تمشي تقبط الاستديو وتبدا تصبن على قلبك ما هما اللي بيستين لا ولا بيستين لا لا خليك عندك بسله هات لا لا لو في بسلة تانية هاتي هاد اشتري يا باقي المعن لا 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 اللهم هكا ولا هكا خلينا نقضيو غير باتيو والله يحفظ الجميع والله يرحم امين المهم غير كنرفعوا شويه على راسنا ونبدلوا شويه الجو لان هذا الجو ما نخليوش هكا دابا نخليو حتى الحركه انا بغيت كاع كلشي المغاربه كل واحد يدخل البيت يدير حركه في البيت ويدير شويه ديال يخلق الحاجات ويخلق هذا باش ننساو هذا المرض وهذا واخا هو ماشي خطير ولكن إذا دخل عندنا راه ولا خطير المهم حنا نحاولوا نبعدوه المهم نبعدوه اهم حاجه هرجع اقولها البوس ثم البوس ثم البوس لا لا صافي لا كاين لا بوس ولا اهم حاجه لا لا كل شيء ان شاء الله غادي يكون ما جاتش وان شاء الله غدوز بسلام ان شاء الله غدوز بسلام الحمد لله هو بقى قال لك اشر يا زوز اشر تلعب وانت خدام اشر يا زوز اشر راه حنا مقشرين يا اختي الا امي شافتني يا لا يا ولد ما عندك ما ديرها تعالي يا ما شوف يا ابني ولا ابويا ولا امي عرفوا يقعدوني في البيت الكورونا جت وخلتنا اقشر بسلة يعني مش هقعد في البيت بس لا اقشر بسلة يا لهوي يما هتقول لك ماما كوني غتشوفك هتقول لك هذاك الشيء اللي انا ما ربيتوش هذيك والله هتقعد ديما وانت وهتضحك والله تقول يا رب اخيرا شفته لا والله مش عارف انا حاسس ان البسله ماما كنت تعبان معاك باش تدخل الكوزينه احنا احمد خلي كلمتها الشهيره يا اختي يا اختي وبغيت اي واحد من الشباب ديالكم ما تدخلش الكوزينه يدخل دابا الكوزينه ما حد كورونا كدور ويجي يدير بعدا غير شي عمليه جزاء عليه بص ماشي غير قالت ياكل ياكل انا راضي باي حاجه بقول الحمد لله بس الحمد لله يعني يا رب تقف على البسله تمام يا رب تقف على البسله لا لا غير توقف تاع البسله يا شعبه لا لا البسله كانس والكلام ده لا ويجيبوا لك الفراكه كمان منزل اقص الشجر احسن يا زلمه ده اللي ناقص لا استنى عشان انا حاسس ان البسله وقعت جوه اسوس لا بتزغزغني حتى كنت غترميها في دي بسله ولا اعراض كورونا لا لا البسله وانا بقى كده راحت نازله هنا بنت اللذينه لا هي دخلت راسها تفتك خلاص هي بغات سيبها تتدفى بغات تقويك هذيك هي اللي انا عجب يا نهار اسود يما بسله بص يا زوز انا واحد من الناس ما كنتش هتكلم على الكورونا لان انا بفتح التلفزيون الاقي عدد مصابين مش عارف ايه افتح النت الاقي كورونا تمام
لقيت لدرجه ان انا لقيت واحد سواق تاكسي واقف بيحمل كورونا. مدينه اسمها كورونا، مدينه لسه فاتحه جديد، تمام. فانا اتخنقت والناس اتخنقت، فانا واحد من الناس، انا فعلا كنت رافض ان انا اتكلم عن الموضوع ده. بس يعني نصيحه يعني نصيحه سريعه عشان ما اطولش عليكم، اللي بيشيل قربه مخرومه بتخر على دماغه. يعني بالمعنى ده مثل مصري، بالمعنى حافظ على نفسك، حافظ على اهلك، حافظ على بيتك، ايدك تتغسل، مناخيرك، طهر نفسك كل شويه، وشكرا للتحيه. لكن انا ممكن احنا كعرب مش كشعب معين، كعرب ما ننكرش ان احنا فينا الاستهتار، صح؟ كاينه ولا مش كاينه؟ كاينه. فربنا يحفظنا جميعا ويحفظ جميع المسلمين يا رب من الوباء اللي انتشر ده، ويا رب ويا رب تعدي على خير يا رب. يا رب تعدي على خير. ومش هطول عليكم لان احنا تعبنا من الكلام في الموضوع ده، وتعبنا من كتر ما بنسمعه. فانا بصراحه انا مش هتكلم عن موضوع الوقايه ده تاني، فخلي بالكم من نفسكم. سلام عليكم.